مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين عليكم. اليوم عندنا حلقة مميزة بمناسبة عيد الحب، ومعنا فنان ذو الإحساس الجميل وصاحب الصوت الدافئ، لكن راح تتعرفون عليه بعد الفاصل. أعزائي الحلوين، عودة لكم، لكن خلي نروح نتعرف على فناننا بهذه المناسبة الجميلة. مساء الخير أستاذ إسماعيل. مساء الخير عمان. كيف حالك؟ أشكرك. اليوم منور ويانا بالاستوديو ما شاء الله، والألوان الحلوة والوجه الطيب. ولأنه عيد الحب فلازم كل شيء يكون أكيد حلو إن شاء الله. وإحنا بداية طبعا كان لنا الفخر والاعتزاز بأن نستضيفك بهذا اليوم، وقدرنا نحصل عليك ها. الله يخليك. لأنه أنت الحمد لله. الفنان الرومانسي صاحب الكلمة الحلوة الحمد لله. والجملة اللي يقول تتعبر عن النفس الإنسان. نعم. وتخرجها بكل لطف وكل إحساس. هو بصراحة أنا أعتقد أنه أنا اختصاصي هاي الأشياء. أكيد. هو ما أعتقد، هو فعلا أنا أختص بالأغنية الرومانسية. نعم. أختص ب يعني احترام للمرأة وأعبر لها عن حبي وأحسسها بالأمان. نعم. باعتبار أني رجل. صح. فأحب أكون دائما أنطي قيمة لها. نعم. لأن هي الأم، هي الأخت، هي الحبيبة، وهي كل شيء بالحياة. هي اعتبرناها شريكة في كل شيء. نعم. شكل ما قلت أنت كلنا نعتبرها شريكة. نعم. طبعا إحنا بهذه المناسبة الحلوة قبل ما نفوت بالأغاني الجميلة اللي إحنا محضريها. نعم. للمشاهدين، أحب وصولك إلى عمان، كان أعتقد عندك التزامات وحفلات قضيتها. نعم، أنا وصلت من أستراليا، كان عندي. نعم. حفلات في أستراليا. نعم. كملتها وجيت، وصلت تقريبا يوم 30/12 هنا. نعم. كان يوم 31 عندي حفلة في. نعم. الفور سيزن. نعم. ناس رأس السنة العام الجديد، وبعدين عندي حفلات خاصة أيضا، خلصت أخير حفلة البارحة إن شاء الله، وإن شاء الله حرجع باكر. عندك تور كندا؟ إيه ملازم. حرجع لكندا باكر إن شاء الله. عندي حفلات في أمريكا هم، أنا يعني كملها وروح دبي، يعني أكيد عندك شوية أمور بزنس وحفلات إن شاء الله مقضية شكل ما نقول. طبعا أكو سؤال أستاذ على طول المستمعين والمحبين لإسماعيل الفروتشي. نعم. أسمع هذا الكلام متداول بين الاثنين، قصة إسماعيل فروتشي مع الفنان رائد جورج. نعم. هي طبعا قصة حلوة وجميلة. نعم. ومفعمة بالأغاني والألحان. نعم. يقولون مثلا إسماعيل فروتشي ليش ما ظل مع الفنان رائد جورج؟ نعم. وجماعة يقولون لا، رائد جورج ليش ما ظل ويا إسماعيل فروتشي؟ صحيح. فإحنا نريد نسمع النبذة الحلوة من لسانك الطيب. نعم. هو أنا طبعا ذاكرها الحقيقة عدة. نعم. مرات. نعم. راح أذكرها المرة أيضا، أنه أنا بدأت مع الفنان أو الموسيقار رائد جورج، كنا فرقة واحدة. نعم. بدون اسم. نعم. بعدين قررنا نسميها فرقة رائد جورج. زين أستاذ، شلون تم الاختيار لك يعني من قبل رائد أو أنت اختاريت رائد؟ لا بالصدفة التقينا أنا ورائد. نعم. سمعني فقال لي تعالي تعالي من البيت. نعم. أنا أذكر بيته كان عنده بيانو. بالضبط. أي أذكر شيء يعني بيانو صالون يعني هيك. فمن سمعنا فاقترح علي نسوي فرقة، فأنا رأسا وافقت بصراحة. نعم. بعدين غنيت ويا يا بنية. حلو. وغنيت ويا والله حبك والله. أنا أكتب وألحن وأغني. نعم. طبعا هو يعزف ويوزع عندنا فرقة أيضا. نعم. نعم. فمرة واقف يعني يوم التسجيلات. نعم. فبنات دي يقولون عشان مشغل الأغنية مالتي. اي. فالبنات قال رائد جورج. اي. شنو رائد جورج؟ هنا صار الموضوع بالضبط. أنا يعني. اي بالضبط. نعم. يعني أنا دا أغني. تتغني وألحانك. اي. فأني شفتها يعني أنا مثل المغبون بهذا. نعم. فقررت إنه أرجع لرائد. نعم. وحكيت له بكل صراحة. ايه. قلت له رائد هيك وهيك الموقف صار. أيه. واني ما اقدر ابقى وياك لانه يعني انا دا انظلم بالموضوع. قال لي زين سميها فرقه رائد جورج واسماعيل فروتشي، اسمش طوله صح صعب. لا. قلت له لا، اني يعني خليني اطلع احسن. قال لي ابقى وياي واني حطلقك مثل الصاروخ بعد سنه. قلت له انا متاكد انت تسويها صح، بس بعد سنه ايش ما اغني راح يقولوا هذا رائد جورج. رائد جورج صحيح. فلحق نفسي على هالاغنيتين. اختيارك صحيح. بالضبط. بعدين جبنا الحقيقة صلاح حسن. صح. مكاني. نعم. وهو أيضا غنى وبدينا بدأ هم يعني كفرقة. رحلة موسيقية جميلة. بالضبط. طبعا على فكرة هو كل التيب كله السيدي بذاك الوقت كان. نعم. بصوتي. نعم.
بعدين شالوا صوتي من الاغاني ودخلوا يعني في ذاك الوقت كان تراكات يشيلون تراك ويخلون طبعا 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 هاي الامور كانت موجوده بالاستوديوهات. فاول ما طلعت نزلت طمني وارتاحي يديني توقف راحي طمني وارتاحي فنجحت الاغنيه فنزلت باسمي. بعدين ندمان يا زمن حلوة وراها سويت حفله نزلتها باسمي وراها عاد سويت تريديني ما غار وهكذا يعني. والامور بشكل طبيعي لانه عرفوا اسماعيل وعرفوا الحانه امتاز بهذا الشيء طبعا رومانسي. نرجع الى فنان الرومانسي اسماعيل وراح نشوف شنو عنده من امور حلوه بهذه الليله الجميله وهي عيد الحب. استاذ اسماعيل في ايقاعات وتيمبو الموجود حاليا دا يستعمل في الاغاني الشبابيه وفي التيمبو اللي يستعمل بالاغاني الحديثه ما نقدر نسوي في تشينج بيها يعني ليش نضل على نفس الايقاعات؟ نقدر نغير يعني مثلا سامبا رومبا اكو امور طبعا. شو الموسيقى بحر بحر نعم تقدر تجدد في الاغنيه نفسها نعم تقدر تسويها مثلا ثلاث انواع توزيع نعم مثلا صح. بس الناس لما تحب بتوزيع معين تحب يعني تتعلق بيها طيب فما تتقبل مره ثانيه تعيد توزيعها نعم. بس اذا اردنا ان نغير بين ما مطروح هسه من الموسيقى نعم اللي هي كلش متكرره زين يعني نقدر ندخلها يعني اذا اردنا نغير يمكن صعبه لا لا, لا ابدا استعملوا ستايل وخلي اقول لك فدمود وماشيين بيه نعم. انا احب اجدد نعم. انا ما يهمني شنو موجود نعم. المهم تاريخي الفني نعم انه اقدم شيء يعيش لفتره اطول اقدم كل شيء جديد نعم. ولا اذا ابقى حالي حالهم واسوي مثل ما هم يسوون واحد يقلد الاخ كوبي يسوون نعم. يعني كوبي بيست على كل شيء هو هذا اللي نقول يعني مود مستمرين به وكل الشباب بالضبط وبعدين تشوفه دا يموت شوي شوي دا يروح صح دا يختفي ليش صح. ليش لانه مو فن حقيقي نعم. هي المشكله يعني ما بي ابداع يعني وحتى ظهرت اسماء فنانين كبار واختفت نعم. يعني بالضبط صحيح. يعني راحت وينهم للاسف هي هاي اغانيهم تبقى شهر وتروح زين استاذ اسماعيل يعني نعم. هذا الحق نعطيه للفنان ولا الموزع ولا الملحن ولا من لا احنا مو مسألة الحق نعطي اللوم على منه اللوم على هم نفسهم الشباب اللي اني معجب باصواتهم صراحه نعم. لان عندنا اصوات رائعه مقالبين نفسهم في بقالب واحد ما نعم. يطلعوا منه نهائيا صح. ليش اول شيء لمصلحتهم انه يغنون في نوادي ليليه نعم. ومصلحه اللي مسوينها عقد نعم. ومستغلهم نعم. ويختار لهم هو الاغاني بكيفه وما يهم تاريخهم ولا يهم سمعتهم ولا يهم انه يدخل بجيبه فلوس يعني تجاره بالضبط يتاجر بهم تجاره نعم. وللاسف اني اتمنى يكون واحد من عندهم يتمرد ويكون عنده شخصيه ويقول انا فنان فعلا نعم. ويطلع يقدم فن حقيقي خليه يطلع من هذا القالب هذا صح. اللي يتقدم هسه كله رايح زين ما يراد لهذا لازم دراسه فنيه يرجع الاسس لان هيك صعب صدقني معظمهم هم عندهم ثقافه فنيه بس موجودة. هم قاتليها بداخلهم زين ليش ما يسوون شيء جميل شفت كم شاب يغنون مثلا اروح اقعد مطعم يغني قدامي نعم. هاي الاغاني هسه بس هو بالحقيقه يغني افضل من هذا بكثير وقلت لك هو السبب في عنده خامه وفي عنده عراب وذكاء الناس اللي نعم. تستغلهم لانهم متعطشين للشهره يطلع يصير عنده معجبات حتى يقعد يسهر ورا يرجع من الحفله بالتليفون يخابر يبقى 12 الظهر وبعدين هنا فحياه يصور هي هاي الحياه الحياه مو هيك حياه ابداع خلق الحياه تاريخ الحياه احترام للنفس احترام لما اقدمه هذا هاي الحياه وبعدين اكو شيء يعني ليش امتاز مثلا الفنانين الكبار اللي كانوا فتره السبعينات والستينات كانوا يغنون بحاسيس نعم وكانوا عندهم اسس فنيه وفي الى جيل يعني احنا حاطين الاسس نعم. هذا حضره ال 50 لل 60 لل 70 نعم. 80 حضرتكم ال 90 نعم. ال 2000 يعني بدا ليش هذه الاسس اللي وضعت بدات تتخرب ليش؟ طبعا انا اقول لك لما القيم تنتهي بداخل نعم. الوطن نعم كل شيء ينهدم كل القيم تسقط نعم. بما فيه الاغنيه والاحساس والحب كل شيء صدقني حتى النفس صح يختلف غير شكل صح. القيم لما تحافظ عليها كل شيء تشوفه يرتقي الى الاعلى لما تسقط القيم كل شيء يسقط وياها من ابسط الاشياء الى اكبرها فهذا السبب انا يعني شفتهم الحقيقه التقي حتى طريقه كلامهم نعم. تختلف عن طريقه مفردة بالمفردات اللي يستخدموها كل شيء نعم. الابتذال هذا الابتذال نعم. ليش نعم. يعني ليش مثلا انت ماكو بالحياه بس بنات الليل اللي تغنوا لهم
واكو بنات محترمات واكو ناس محترمين صحيح. يسمعوكم يعني. قلت لك اتمنى يتمردون دول الشباب اللي هم فعلا فنانين وعندهم اصوات وانا اعرفهم ويطلعون يختارون طريق صحيح اكيد وصدقني راح ينجحون ان شاء الله. صدقني احنا سوينا بالسهره اغاني جميله صاركم كثير مسامعيها، وخلي الروح الفنان الجميل ونسمع هذه الاغاني، لكن خلينا ندردش شويه. سمع اخر اعمالك يعني اريد نسمع فتشي شو عملت شو سويت. حاليا عندي اغنيتين. نعم. واحده اسمها انا احبك، كلمات الشاعر فاق حسن. الله. طبعا فاق حسن مخرج وشاعر وفتشي يعني طبعاً. مبدع الحقيقه مبدع. هي الحاني. نعم. و الأغنية الثانية اسمها ردي علي، ردي كلماتي وألحاني. نعم. راح تكون من إنتاج أغانينا وتوزيع الفنان كرم رسام. نعم. إن شاء الله يعني بشهر رابع أكملها. أغنية أنا أحبك وحت أخذ ليش، لأنه حت تندز لي مصر. استودعت مصر حتى ممتاز. يشتغلون الصلوات ويشتغلون الكمانجات. نعم. كمانجات هناك. نعم. الأغنية الثانية راح ندزها لدبي. نعم. على مود الإيقاعات يعني هناك يعني جروب كبير راح يشتغل بهذه الأغنيتين. بالضبط. وهي إنتاج ضخم. إنتاج ضخم راح يصير. نعم. نعم. وأعتقد راح يتم تصويرها في تركيا. إحنا سويت لنا شوق لها يعني زين. نعم. نقدر نبوق شوية من. أبداً أبداً. آسف آسف. يعني شيء. خصوصاً أنا بديت بصراحة. نعم. اتكتم عن الشغل اللي اسويه يعني، فاحب لما تنزل اغنيه الله اغني. لا احنا ما شاء الله هسه احنا على الامور اللي قاعد تصير بان الاغنيه بعد ما نازله بالسي دي نلقيها على الانترنت. بالضبط. فهذه يعني مشكله. يعني مشكله للفنان. فان شاء الله ان شاء الله يعني احسها كلش الاغاني راح تدخل قلب الناس وراح يحبوها. نعم. زين استاذ، الاسماء اللي اختاريتهم بالتوزيع يعني اختاريت احد الأشخاص مثلا أو الفنانين الكبار بيقوم بتوزيع هذه الأغنية؟ لا، هو بصراحة أنا اختارت كرم رسام. كرم. أنا من الأول كان عجبني أشتغل وياه. نعم. ما صارت فرصة أبدا لحد ما سويت هاي الأغنيتين وقررت أنه أنطيها إلا هو يوزع ليها. زين. وعندي أيضا أكو أغاني وزع ليها الفنان أنس حداد. نعم. وإن شاء الله بشهر رابع راح أشتغل مع الفنان الكبير بصراحة اللي هو الموزع خاتشيك. نعم. راح يتفاجئون بشغله او بشغلنا اثنين. ايوه. وحسه فني اكيد. غير شيء غير شيء. ان شاء الله ان شاء الله. زين طيب اسماعيل، احنا ليش من نقول مثلا الفنان من يصير عنده انتاج يلتهي بالحفلات. نعم. وخلينا نقول بالمهرجانات. نعم. وينسى الامور التسجيل والسي دي اللي هو جمهور يحبه كلش يعني. هسه حضرتك مثلا. نعم. سي دي سويت مثلا صار لك قبل ايش قد صار لك فتره كبيره. فتره. نعم. من ترجع تنطينا سينجل. ليش سينجل؟ ليش ما تسوينا في الألبوم نسمع منه؟ أنا بالحقيقة قررت يعني غيرت استراتيجيتي أنه راح أسوي سينجلز. نعم. أغنيتين أغنيتين ربما ثلاثة ثلاثة، بس سي دي مستحيل، لأنه أنا دا أنتج نفسي، أنا دا أشتغل لنفسي. نعم. ماكو في الشركة تجي تأخذ شغلك كله أسوي لك سي دي كامل، عرفت؟ بس اسماعيل فروتشي معروف يعني. لا. الشركات هي راح تجي. لا 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 لا، مو هالشركات عندها شروط انا ما اقبل عليها. صراحه يعني هم رجعنا على التجاره وشروط. بالضبط. اكو اشياء انا ما ارضى عليها. نعم. فما احب واحد يعني يستغني على مود انه دي يسوي عقد. نعم. اللي دي يصير المشكله الغربه يعني. انا لو كنت في بلدي ممكن اخلي واحد يشرف على شغلي. نعم. عرفت؟ وانا من ارجع اكمل شغلي اكيد يعني. بس انا ما قاعد ببلد معين. انا افتر يعني حتى اتواصل مع العراقيين في كل العالم. نعم. حتى اللي ببغداد، حتى اروح لبغداد. وبعدين صعبه يعني من تلقي العازف وتلقي الموزع وتلقي يعني فد شيء كلش صعب. بالفعل. لان انت بمكان بعيد والعازف مثلا جدا صعب. صدقني لو لقيت الموزع راح العازفين منين نجيبهم؟ صحيح. عرفت؟ فالاستوديوهات منين نجيبها؟ الاستوديو الغربي غير عن روحيتنا. نعم. نعم. العازفين الكمانجات حتى لو ترسم لهم تكتب لهم الاقواس. نعم. وكل شيء تكتب لهم بالكمانجات ما ينطق الروح الشرقيه. صح. اللي احنا نحبها. احنا عندنا روح. أي. يعني ميكس بين الغربي والشرقي. صح. هم غربي بحت، ما 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 عندهم هيك شيء. Thank you.
أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لها.